السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مقام سيدي علي الغرياني، وهذا المقام يقع في قرية البجهور التابعة لمركز العدوى. السلام عليكم ورحمة الله، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا أفعل هذا الدب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقام سيدي علي الغريان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تلقين الميت لا إله إلا الله، عدم إذاعة أسرار الميت أثناء الدفن، أثناء الفتح أو الدفن. ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن الله وإن إليه رجعون، اللهم أجرني في مصيبتي في مصيبتي خير منها. الصراع بالجنازة، تعجيل قضاء الدين، الدعاء للميت، الصدقة على الميت، عدم البكاء. هذه لوحة قديمة جدا موجودة في المقام، وهذا هو مقام سيدي علي الغرياني. كنت آتي إليه وأنا طفل، هو بجوار قريتنا وقرية البجهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القبة. السلام عليكم ورحمة الله. وهذا هو المبنى ومصلي وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ومصلي وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد، الصلاة على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الملك الحق نبيه، لا إله إلا الله العدل اليقين. هذا اليوم الجميل، وهو 9 يوم في شهر رمضان، يوم الأربعاء الموافق 21 من إبريل. قمت بالزيارة إلى ضريح وقبر سيدي علي الغرياني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه الساحة من الخارج، ها أنا وأنا واقف أمام المنزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير في هذا اليوم الجميل المبارك. كم أنا سعيد بزيارتي إلى مقام سيدي علي الغرياني. هذه المبنى القديم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Gracias.